استشاري الفرد مع الناحية، استشاري الفرد هو إن أنا بدل ما هيبقى موجود عندي مليون واحد في السبيس اللي أنا بشتغل عليه، لا هيبقى عندي 2 مليون تمام؟ وابتدينا إحنا نكون قايلين 2 مليون دول إحنا نقدر نشوف الويف بتاعتي بتتصور فيهم إزاي. فأول حاجة خالص اتكلمنا عليها إن الويف بتاعتي أو الفورم بيج ويف بتاعتي الناس جايين يقعوا على المليون دول نورمال إنستنس تمام؟ يعني الدايركشن أوف بروبيجيشن بتاعها هو نفس الدايركشن بتاع السيد إكس على حسب الايه كل السيستم اللي احنا كنا بنوصل. بعد كده قلنا لا الحاله دي ممكن ما تبقاش بس هي الحاجه اللي احنا المين كونسرن بتاعنا، لو انا عندي 3 او 2 او 5 مليون برضه ممكن الحاله دي بالنسبه لي تبقى ايه تبقى مهمه. ولكن في النهايه قلنا ان الحاله دي بدل ما بتهمنا بتهمنا بس من ايه من ايه ميديا مون. وحتى كان اكتر حاجه اتكلمنا عليها فين هو ايه؟ لو انا عندي او انا عايز اعمل نورمال فريكشن اضمن ان مفيش اي ويف ترجع تاني ميديا مون. قلنا الفكره اللي حاجه زي كده تربط ازاي انا اقدر اعمل كده وبناء ان احنا ندخل الايه الكونسبت بتاع الويب بي تمام؟ طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن ايه؟ دلوقتي عايزين نتكلم على ان لو الويب بتاعتي نازله بس انكلاين شويه. يعني ايه انكلاين؟ يعني نازله بانجل على الجيم باوندر بتاعي ازاي؟ حاجه زي كده. يعني انا دلوقتي جاي هنا وفرت ايه؟ ده هو الزد اكسس هي هي نفس الرسمه بس الرسمه دلوقتي ايه؟ تعتبر ده الزد اكسس ده الـ X axis وده الـ Y axis. أنا هفترض بقى إن الفورم بلاي ويف نازلة عندي بتعمل إيه؟ أنجل مع الإيه؟ مع الـ Z axis. الأنجل دي هنسميها إيه؟ ثيتا انزل اللي بتقعد على الأنجل في الـ axis. طيب الحاجة بس اللي إحنا نهتم بيها من هنا ونعرفها أو الكلام اللي إحنا كنا بنتكلم فيه في السكشنين اللي فاتوا والكلام في السكشن ده إن طبيعي إيه؟ إن أنا لو دلوقتي بفترض إن ده الدور بتاعي. لو أنا جيت قلت لك مثلا إن في ويب منزلها بالشكل ده هنفترض ان الباوندر ده او الميديم ده كله بي تي سي فهو بيعمل حكم ايه؟ انا نزلتها كده ايه اللي هيحصل؟ لا هترجع زي اثنين. او لو حتى لو الميديم ده ما كانش بي تي سي كان اي حاجه فهتقول جزء هيرجع منها وجزء هيرجع. تمام؟ في الاخر ايه اللي بيحصل؟ لو دلوقتي تفترض ان الويف دي البروباجيشن بتاعك فيها الفيكتور بروباجيشن بتاعك اللي هو اليو اف بي موجود في البلين دوت. طب هو نازل كده اكيد ايه اللي هيحصل؟ اكيد برضه هيرجع في نفس البلين. يعني انا دلوقتي لو بتكلم عندي الفورم بلين ويف بالشكل ده. ده الدايركشن اوف بروباجيشن، ده الالكتريك فيلد، ده الماجنتيك فيلد. المفروض ان الويف دي بتبقى عامله ازاي لو انا ماشي نورمال انستنس؟ ماشيه كده. في الاخر جزء منها هيرفلكت وجزء منها هيترانسميت على حسب ميديوم فيه. تمام كده يا جماعه؟ طيب في الاخر مش انا وانا بنزل كده وانا برد عمري ما اتوقع ان انا بنزل كده وهحط هنا كده. لا البلين اللي انا نازل فيه البلين اللي الويف ماشيه فيه ذات نفسها وهي نازله كده وهي طالعه هو واحد. تمام؟ فالبلين ده بنسميه ايه؟ البلين اوف انستنس. يبقى ايه هو البلين اوف انستنس؟ البلين اوف انستنس ده هو بلين بيكونتين حاجتين. اول حاجه خالص الدايركشن اوف بروبيجيشن بتاع الويف. تاني حاجه الانترفيس اللي موجود ما بين ميديوم 1 وبين ميديوم 2. في الحالة الأولانية اللي هو الدايركشن اوف بروباجيشن ده الميديم بيبقى بيحتويه. طب بالنسبة للإنترفيس بيبقى بيربنديكولار عليه. تمام؟ يبقى أنا إزاي أقدر أحدد البلين اوف انسنس بتاعي؟ أول حاجة خالص ألاقي الدايركشن اوف بروباجيشن بتاعي موجود فيه. تاني حاجة لأن هو بيربنديكولار على الإيه؟ على الإنترفيس بتاعي. ما أنا بقول ده ميديم 1 وده ميديم 2. في حاجة نازلة كده. ده البلين اوف انسنس. تمام؟ فهو إيه؟ جواه دايركشن اوف بروبيجيشن بس في نفس الوقت هو بيربنديكولار على الايه؟ على الانترفيس بتاعي. الحاله الثانيه بقى لا الحاله الثانيه انت هتفترض بقى ان الويف بتاعتي نازله كده. بالشكل ده كده. الطبيعي الطبيعي ان الويف لو نازله كده الشكل اللي قدامي ده 3 دي. مش بالضروره ان هي لما تنزل كده هتتغطي كده. لا ممكن تتغطي كده. ممكن تتغطي كده. قصدي ان ممكن يكون في حركه 3 دي. مش لازم يكون حركه 2 دي. الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها هنا لا ونفترض ان انا لو نزلت ويف على انترفيس وان انا معرف ان ده البلين اوف انسيدنت فريفلكتد ويف بتاعتي هتبقى برضه في البلين اوف انسيدنت والترانسميتد ويف لو هي موجوده في ميديم 2 هتبقى في البلين اوف انسيدنت. الناس فاهمه الحته دي ولا في مشكله؟ تمام كده؟ طب ففي النهايه ده الشكل اللي احنا بنتكلم عليه. لو انت عندك ويف الويف نازله هنا بالشكل ده كده يبقى هي وقت ما انت هتحصل لها عمليه ريفليكشن برضه هتبقى موجوده في البلين ده اللي احنا مسمينه البلين اوف انسنس. ولو هتكمل جوه
وميديم 2 برضه هتكون موجوده جوه البلاي ده. يعني كانك في الاخر قلبت المساله بتاعتك 2 دي من 3 دي. عشان كده لو خدتوا بالكم دايما احنا في معظم الوصولات بتاعتنا بنقسمين حاجه ايه؟ حاجه 2 دي بالشكل ده بنقسمين اعتبرنا ده الاكس اكسس اعتبرنا ده الزد اكسس ومن اللي خارج برضه هو الايه؟ هو الواي اكسس. انت ما بتعتمدش تبص على حاجه 3 دي ليه؟ لانك كده كده واصل ان الويف بتاعتك وهي انستنت وهي ريفلكتد وهي ترانسميت هتكون موجوده في ايه؟ في بلين واحد بس. اوكي؟ فده كده اول ايه؟ اول حاجه بالنسبه لي. طب تاني حاجه قال لك بيفرق معايا شكل الالكتريك فيلد بتاعي. يعني ايه بيفرق معايا شكل الالكتريك فيلد بتاعي؟ اولا على حسب الكلام اللي احنا كنا لسه قايلينه من شويه لو هنفترض ان ده دايركشن بروباجيشن وان الازرق ده هو الالكتريك فيلد وان الاحمر ده هو الماجنتيك فيلد. ثلاثة كده كده بيرمنديكلا على بعض. الشكل دوت انت دلوقتي بتقول فين هو البلين اوف انستنس؟ البلين اللي جواه ايه؟ بروباجيشن فيكتور وفي نفس الوقت بيرمنديكلا على الايه؟ على الانترفيس بتاعك. يبقى كانك بتتكلم عن البلين ده. طب دلوقتي الالكتريك فيلد بالنسبه للبلين اوف انستنس ده يعتبر ايه؟ يعتبر بيرمنديكلا عليه. قال لك الحاله دي من الاوبليك انستنس بنسميها ايه؟ بنسميها هورزونتال او بيربنديكولار او بيربنديكولار بولايزيشن. ليه؟ لان الالكتريك فيلد بالنسبه للبلين اوف انستنس بتاعي يعتبر ايه؟ يعتبر بيربنديكولار عليه. تمام؟ طيب لو احنا جينا عملنا كده بقى هي ما زالت برضه الريفورم تاني. تمام؟ دلوقتي ايه اللي حصل؟ دلوقتي البلين اوف انستنس بقى جواه ايه؟ فجواه الالكتريك فيلد بتاعه. في الحاله دي بنسميها ايه؟ الفيرتيكال او البارلل بولايزيشن. طب سؤال احنا ليه محتاجين ان احنا كده نقسمها لحالتين؟ قال لك لان السيرفيس بتاعك او الانترفيس اللي موجود بين الميديا دول بيتعامل مع كل حاجه بينهم بشكل مختلف. بيتعامل مع كل حاجه بينهم بشكل مختلف، ازاي هنتكلم؟ ولكن في النهايه احنا بنفصل ايه؟ بنفصل الفيرتيكال عن بعض. طب هو من الطبيعي ان انا لو عندي الكتريك فيلد ان هو على طول يبقى بارلل او ان هو على طول يبقى بيرنديكولار قال لك لا. الحاله الطبيعيه ان هو يكون حاجه انترميديت ما بين الاثنين، يعني احنا في الحاله الاولانيه كنا بنقول ايه الشكل عامل كده. فانا واثق ان ده بلين اوف انسنس فانت بيرنديكولار عليه. في الحاله الثانيه انت كنت عامل كده. فانا دلوقتي واصل ان انت ايه؟ بارلل للبلين اوف انسنس. طب الحاله العامه ان انت بتكون نازل كده. يبقى ساعتها الالكتريك فيلد ولا هو بيربنديكولار ولا هو ايه؟ ولا هو بارلل، بس في النهايه ممكن اقوم قايل ايه؟ ان هو يعتبر جزء منه بيربنديكولار وجزء منه ايه؟ جزء منه بارلل. الناس فاهمه الحته دي ولا لا؟ طبعا دي اصعب حاجه يعني. في الغالب دلوقتي لما هجيب لكم مسائل هجيب لك مسائل يا اما هي بارلل بولايزيشن يا اما هي بيربنديكولار بولايزيشن. لكن الحاله الجنرال ان مش لازم الالكتريك فيلد بتاعي يكون ايه؟ يكون بارلل او يكون ايه؟ او يكون بيربنديكولار. على العامة ان هو يبقى في ستيت موجوده ما بين الاثنين. طب ساعتها لو حصل ان حاجه زي كده جت مش هتيجي بس نقول لو حصل حاجه زي كده ان هي جت يبقى انت ساعتها كانك بتحل المساله مرتين وبعد كده كانك بتقوم عامل ايه بقى؟ بتقوم عامل ريزوليوشن يعني تقوم قايل ايه؟ لو الالكتريك فيلد مثلا موجود كده هقسم جزء منه في البارلل وهقسم جزء منه ايه؟ في البيرلل. تمام كده يا جماعه؟ طيب ده يعتبر الكلام معايا الكلام اللي ايه؟ اللي هو جينا عامل الداتا بتاعت. طب دلوقتي احنا المفروض نعمل ايه؟ نفس الكلام اللي احنا عملناه في النورمال انستنس. اول حاجه خالص نبدا نتكلم بفرض ان ميديم 2 هو بي سي. ليه؟ لان الحاله دي هي الحاله السهله. ببقى عارف ان انا بس عندي انستنت وعندي ايه؟ ريفليكتد وورد. بعد كده ابدا انقل كلامي ايه؟ ان يكون عندي 2 ميديم وال2 ميديم دول دايلكتر. ايا كانت الستيب بتاعته مش مشكله. ايا كانت الستيب بتاعتي مش هتبقى عامله ازاي. تمام؟ بس المره دي بقى واحنا بنتكلم جوه الاوبليك محتاجين ان احنا برضه نقسم الشغل بتاعنا ليه؟ كل حاله من الحالتين اللي انا اتكلمت عليهم لحالتين. الحاله الاولانيه لو الالكتريك فيلد بتاعي ده كان بيرمنديكولار على الايه؟ على البلين اوف انستنس. الحاله الثانيه لو الالكتريك فيلد بتاعي بارلل على البلين اوف ايه؟ انستنس. سوري بيرمنديكولار يعني بارلل وبيرمنديكولار. اوكي كده؟ يبقى احنا الطبيعي هنتكلم على كام كيس؟ أربعة كيس، ولكن في الآخر الفكرة هتبقى إيه؟ الفكرة هتبقى واحدة. تمام كده يا جماعة؟ ما في مشكلة؟ نبدا اول حاجه خالص نتكلم ايه؟ على البيرمنديكولار بولايزيشن في الحاله بتاعت الاي سي.
دلوقتي الفكره ماشيه ازاي؟ انا بقول لك مليون دولار هو كيس Thank you.
الشكل اللي انا كاتبه ده او الطريقه اللي انا كاتب بيها هنا دي ده في الاخر بيعبر عن ايه؟ عن الدايركشن كوريليشن. طب علاقه الدايركشن كوريليشن بالبيتا شكلها عامل ازاي؟ ان البيتا ذات نفسها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الابسوليوت بتاع البيتا في الايه؟ في الدايركشن كوريليشن. يبقى في النهايه ايه اللي ناقص كام من احطه؟ ان انا اضيف في ابسوليوت. اللي احنا هنا واجهين عنه بشكل مبدئي هنسميها كده ولا لا؟ هنسميها كده ولا لا؟ خد بالك ده الدايركشنال كوريليشن. الابسوليوت بتاعه هو اللي بيساوي 1 انما البيتا مش الابسوليوت بتاعها بيساوي 1. فيبقى الكلام ده كله مضروب في ايه؟ يبقى في النهايه الشكل النهائي حاجه زي كده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عباره عن اي انسنت نوت اي باور نيجاتيف دي بيتا 1 ساين سيتا انسنت زائد كوساين سيتا انسنت الكلام ده كله يعني كده. في اي مشكله بالنسبه للشكل ده؟ المفروض هنعمل ايه بعد كده؟ تبدا تجيب الاتش من الاي. طب بعد ما اجيب الاتش يبقى انت كده عندك الاي انستنت وعندك الاتش انستنت. تبدا تقوم جايب الاي ريفلكتد والاتش ريفلكتد. بعد كده تقوم عامل ايه؟ تطبق الباوندر كونديشن. لما انت تطبق الباوندر كونديشن كده هتلاقي ان في كونديشن طلع عندك ان لازم سيتا انستنت تساوي سيتا ريفلكتد اللي هو في النهايه جاي تبع اسم ايه؟ سنيلز لو اوف ريفليكشن. تمام؟ يبقى سنيلز لو اوف ريفليكشن في الاساس اصلا جاي من الالكترو ماجنتكس. بس هو ينفع ان احنا نستخدمه في الحاله بتاعت الري اناليسيس؟ اه. تمام؟ لان احنا لما كنا قبل كده بنتعامل مثلا مع اللايت، احنا كنا بنقول ايه؟ ان اللايت عباره عن رينز. ورينز دي مثلا نازله على الانترفيس، فانا مثلا لو هو نازل بسيتا انسنس اكيد هيرجع ايه؟ بسيتا ريفليكشن. كنا حتى بنقول ان سنيلز لو هو سيتا انسنس بيساوي سيتا ريفليكشن. اساس الحاجه دي جت من ايه؟ اساس الحاجه دي جت من الالكترو ماجنتكس. اوكي كده يا جماعه؟ تمام؟ طيب المفروض بعد ما انا اطبق كمان الباوندر كونديشن ده هقدر اوصل لايه؟ العلاقه اللي هتبقى موجوده في الريل دي انسلنت نوت ايه؟ دي ريفلكتد نوت. احنا جاي كده وقت ما بنكتب دي ريفلكتد دي تبقى تغليت ايه؟ دي ريفلكتد نوت. ولما بنطبق الباوندر كونديشن بنقدر نوصل للعلاقه اللي موجوده ما بين ده وما بين ايه؟ وما بين ده. الناس كده فاهمه معايا ولا في مشكله؟ قبل ما نكمل بس كده هو في سؤال. ايه هو السؤال؟ دلوقتي في الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها او لسه هنتكلم عليها احنا مطلوب مننا نبقى عارفين ايه؟ يعني في النهايه انا مثلا بكتب الاكسبريشن بتاع الاي انسلنت بعد كده بقعد اكمل بالكلام هات الاتش وبعد كده هات الاي ريفلكتد وهات الاتش ريفلكتد وضرب الباوند كونديشن والكلام ده. الفلو اللي انا بحكي عليه ده المفروض اللي الدكتور عامله مع الطلاب. اوكي؟ لو جالك في الامتحان هيجي لك في اثبات او سوري هيجي لك في شكل بروف، يعني يقول لك مثلا بروف ذات ان النورمال انستنس مثلا بتوين تو داي الكتريك بلينز كان بي ريبريزنتد باي كذا. تمام؟ ده ممكن يجي في صوره بروف. طب غير كده وقت ما هيجي هيجي في صوره مسائل. طب سؤال هو انا في المسائل محتاج احفظ ايه؟ اللي انت محتاج تحفظه حاجتين. الشكل بتاع انستنت الكتريك فيلد والشكل بتاع الرسم اللي انت بتشتغل عليه. ليه؟ أول حاجة خالص أنت لو معاك الإي انستنت أو أنت عارف الشكل بتاعه عامل إزاي هتعرف منه تستنتج أي حاجة. وأنا وقت ما هجيب لك مسألة أنا مش هسألك في كل حاجة ليها علاقة مثلا بالإتش ريفليكتد والإتش كونسبت والكلام ده كله، أنا ممكن أكون عايز نقط معينة فيه. فأنت بس تكون معاك البداية. طب تاني حاجة إن أنت تكون عارف الرسمة دي هتتعمل إزاي. فأنت هتقول لي طب هو بالنسبة للإنسنت مفيش مشكلة أنا عارف كده كده بالشكل ده. طب بالنسبه للريفلكتد هشتغل بايه؟ هشتغل بالكونفنشن اللي مكتوب قدامي هنا. بمعنى ان انت دلوقتي بعد ما تيجي ترسم الشكل بتاع الريفلكتد ويف تقوم قايل ان الالكتريك فيلد لازم هو اللي يفضل لبره. واحد يقول لي طب ما انا عارف ان انا لما بيبقى عندي بي اي سي من الحاله بتاعت النورمال انستنس طبيعي ان الريفلكشن كوفيشنت اللي موجود ما بينهم يبقى نيجاتيف 1. فاكيد ان الالكتريك فيلد تحليل. لا سيبها كده. بس سامع معايا الجزئيه دي ولا لا؟ تاني دلوقتي انا اللي طالبه منك في المسائل دي انك تكون عارف الشكل بتاع الاي انس عامل ازاي؟ وتاني حاجه الشكل هنا بتاع الرسمه نفسه عامل ازاي؟ اوكي؟ اللي انا بقوله ان كده كده الانس انت بترسمه بالشكل ده ده ما فيهوش مشكله لانك كده كده عارف الاكسبريشن بتاعه. هي الفكره كلها انك تيجي ترسم الريفليكتد ارسمه ازاي؟ فممكن اول حاجه تيجي في دماغك تكون قايل طالما ان انا بتعامل مع بي اي سي فالمفروض الاي انس
في الرايد اكيد الجي ريفلكتد ايه؟ داخل الجو، وده منطقي. ده منطقي. بس في النهايه بقول لك ايه؟ اعتبر ان ده الكونفنشن اللي انت شغال عليه، طب ده يشبه ايه؟ لو تفتكروا في اعدادي انتوا كنتوا بتحلوا مسائل كنا بنسميها تراس. لو تفتكروا انتوا كنتوا بتبقوا عامل ايه؟ كنتوا بتفترض الفروسس في اتجاه. ولو طلعت معاك في المساله بالنيجاتيف خلاص يبقى انت كده حطيت الاشاره بتاعتها ضد المساله. بس في النهايه انت فرض فرض بالداخل اللي هو ايه؟ الفرص مثلا في الاتجاه ده لا اما خارج لا اما داخل. لو طلعت معاك بوزيتيف يبقى انت اكيد الرسمه اللي انت رسمها صح. طب لو طلعت معاك نيجاتيف يبقى العكس مش مشكله. بس انا ابقى فاهم جوه المساله ان هي المفروض تبقى العكس لكن ما صلحهاش هنا. طب ايه الحاجه اللي احنا دايما بنثبتها؟ احنا بنثبت دايما الالكترون فيلد بتاعي في الحاله بتاعت البيرمنتيكولار ان هو حلو والله. والله طلعت معايا في مساله نيجاتيف يبقى اكيد هنا ده المفروض يكون داخل لجوه. بس مش مشكله. تمام؟ لو انت بقى فرضا جيت انت قايل طب انا عارف ان هو كده كده اصلا هيطلع في نيجاتيف. وجيت هنا فضلت حاطط هنا كروس مكان ما تحط دوت. في المساله وانت بتحل حتى النيجاتيف ده اتشال. ليه النيجاتيف ده اتشال؟ علشان انت اصلا غيرت الاشاره. تمام كده يا جماعه؟ واحنا عارفين ان الريفليكشن كوفيشنت اللي احنا بنتكلم عليه دوت وحتى الترانسميشن كوفيشنت بيدرس العلاقه ما بين ايه؟ ما بين الانستنس والريفليكتد او ما بين الانستنس والترانسميتد. ايه اللي هي هدفك الاساسي؟ ان انت بتحاول تثبت الاشاره بتاعت اللي فوق وتثبت الاشاره بتاعت اللي تحت. اه اي حاجه اللي انا بقولها. اوكي كده؟ فانت بتقول لي انا هثبت الالكتريك فيلد بتاعي ان هو خارج الوضع. طب ايه الحاجه الثانيه اللي انا عملتها؟ هقول لي الحاجه الثانيه اللي انا عملتها ان الدايركشن كوفيشن كده اتغير. بقى في الاتجاه ده. يبقى ايه الحاجه بس اللي ناقص ان انت على اساس تحدد الايه؟ المجنتيك فيلد. طيب خد روق انا عارف ان الالكتريك فيلد كده وعارف ان الدايركشن كوفيشن كده. فساعتها لازم الاقي الاتش ده بقى عامل ازاي؟ الكتريك فيلد بص هو في واحد منهم بيتغير. ليه في واحد منهم بيتغير؟ لان الدايركشن اوف بروبيجيشن اتغير. ما انت لو عندك حاجه في اتجاه يو اكس يو واي يو زد وجيت انت قلت ايه الدايركشن اوف بروبيجيشن بدل ما كان في اتجاه يو زد بقى في اتجاه نيجاتيف يو زد. يبقى لازم في حاجه تعدل معاه الاشاره بتاعته علشان يظبط الايه؟ يظبط الضرب ده. فاهم قصدي ايه؟ ففي الحاله الاولانيه خالص لما احنا كنا بنتكلم عن نورمال انستنس كنا بنقول ايه؟ ان اللي بيعمل كده او اللي بيغير اشارته هو الالكتريك فيلد. دي كانت سهله بس الحكايه هنا مش سهله. ليه بقى؟ لان دلوقتي بقيت تتكلم ان الالكتريك فيلد اللي موجود قدامي ده هو اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن تو ويز، واحده ماشيه في اتجاه الزد وواحده ماشيه في اتجاه الاكس. تمام كده؟ الناس كده بس معايا في الموضوع ده ولا في مشكله؟ يبقى ده الحاجه اللي انت ايه؟ هتثبتها بالشكل ده. باقي بقى المطالب بتاعت المساله انت تشوف هو انت محتاج تعمل ايه؟ او محتاج تمشي ازاي عشان تقدر ايه؟ تكمل في المساله بتاعتك. اوكي؟ طيب. ده كده اللي هي ايه؟ الحته بس الجزئيه بالنسبه احنا المفروض نبقى حافظين ايه او عارفين ايه بالنسبه للاشكال اللي موجوده قدامنا دي. فانت الحاجه المهمه جدا انك تكون عارف ايه شكله عامل ازاي؟ وفي نفس الوقت برضه الرسم نفسها بتتكتب وما بتكتبش. اوكي كده يا جماعه؟ تمام؟ زي ما انا قلت لما انت هتيجي هنا تشتغل هتلاقي نفسك تاني خلاص. السيتا ريفليكتد اند السيتا انسيد. ده الكلام ده جاي منين؟ جاي من الباوند كونديشن. طيب المفروض بعد كده تعمل ايه بقى؟ زي ما احنا اتعودنا جمع الالكتريك فيلد وجمع الماجنتيك فيلد. الاي انسنت تجمعه على الاي ريفليكتد. الاتش انسنت بتعمله زي الاتش ريفليكتد. تاني الحاجه دي مش بتطور ان هي تكون مطلوبه منك في المساله. احنا بس هنا بنقول علشان نبقى فاهمين الشكل بتاعنا هيبقى ايه. طيب لما تيجي تبص هنا طبيعي ان الالكتريك فيلد هيكون ايه؟ في اتجاه كومبوننت واحده اللي هي يو 1. بس لما تيجي تبص على الماجنتيك فيلد هتلاقيه